وهو الاكتئاب. الاكتئاب هو الشعور بالأسى والحزن والتعاسة. كثير منا قد يشعر بهذا الإحساس لفترات قصيرة، ولكن قد يستمر هذا الإحساس لفترات طويلة وقد يؤثر على حياتنا اليومية. لماذا يحدث الاكتئاب؟ هنالك أسباب كثيرة، نذكر منها التعرض للصدمات، فقد الأحبة، فقد الوطن، التشرد. ما هي أعراض الاكتئاب؟ للاكتئاب أيضا أعراض كثيرة، نذكر منها اضطراب النوم أو كثرته، فقدان الشهية، ضعف الطاقة، ضعف التركيز، تناول الكحول، وقد أيضا يحدث هنالك لوم للذات أو الإحساس بالدونية، ومنها الانعزال أيضا وعدم الرغبة بممارسة الأنشطة اليومية. كيف نحاول التغلب على الاكتئاب؟ من المهم دوما أن نأخذ قدرا كافيا من النوم، أن نحافظ على الوجبات الغذائية الصحية، أن نمارس الرياضة بانتظام، بأن ننخرط بأنشطة مفيدة، ودوما أن نشارك الأحاديث مع أقرب الأصدقاء ومع العائلة.